الجواد أمين مال جمعية أنا وأبي للرياضة والثقافة. هذه السنة إن شاء الله إحنا بصدد تنظيم النسخة الثالثة من الدوري الرمضاني للجمعية ديالنا. إن شاء الله هذه النسخة غتكون فريدة من نوعها على سابقتها الدورات اللي فاتوا، بحيث أن الدورة غيكون مشارك فيها 48 فريق، جل فرق من مدينة التسافي وخمسة الفرق من خارج المدينة. مقارنة مع الدورات السابقة، الدورة الأولى كانت شاركت فيها 20 فريق بمعدل 43 مباراة، النسخة الثانية شاركت فيها 32 فريق بمعدل 64 مباراة طيلة شهر رمضان. هذه السنة إن شاء الله غادي تكون عندنا 104 المقابلات، لذلك اضطرت الجمعية أنها تستعين بملاعب أخرى كملعب إيلان بحي البيار وملعب زيد العابدين بدار الشباب، بالإضافة للملعب الرئيسي تاع الحي المحمدي، وكذلك بالتنسيق مع الجماعة المحلية وجماعة مدينة أسفي باش يكون الربط ديال الملعب حي المحمدي بالكهرباء باش يبقى يستافد منه الساكنة على طول العام، وفي نفس الوقت تستافد منه الجمعية خلال شهر رمضان. نجري واحد مجموعة تاع المقابلات اللي غتكون بمعدل مقابلتين يوميا، مورا من بعد صلاة التراويح إن شاء الله. وبالنسبة للبطولة غيكون النظام ديالها بأنها تكون فيها 48 فريق غيتوزعوا على 12 مجموعة، كل مجموعة غيدوز منها حتى المرتبة الأول والثاني، بالإضافة إلى 8 فرق أحسن الثالثات. من بعد غيكون دور سدس عشور ثم الربع ثم النصف وصولا لمباراة النهائية. بالنسبة للدور الأول غيكون ما بين 24 و5 ما بين 24 مارس و 5 ابريل، هذا هو الدور الاول غيكون مقابلات 72 مقابلة. المرحلة الثانية غيكون الدور ديال سدس عشر ما بين 6 و 9 من شهر ابريل، دور التومون غيكون ما بين 10 و 11 من شهر ابريل، دور الربع ما بين 12 و 13، ونصف يوم 15 و 16 ابريل. ان شاء الله غتكون النهاية 18 من شهر ابريل بحول الله. بالنسبة للتحكيم، ارتأت الجمعية هذه السنة انها تخلق واحد الخلية مستقلة، غيكونوا فيها ناس مختصين، ناس مختصين في التحكيم من مدينة اسفي عندهم تجربة سابقة في المجال، هما غيتكلفوا ببرمجة الحكام وغيتكلفوا بتعيينات الحكام. كنت تنسيق دابا مع مجموعة ديال القدماء الحكام باش هما يتكلفوا لنا بهذ المهمة ان شاء الله. جوائز الجمعية تتعمل على توفير العديد من الجوائز، غتكون ان شاء الله مجموعة تقريبا غادي نحاولوا تكون واحد 100 عدد مقابلات قد عدد الجوائز ديال احسن لاعب في كل مقابلة. من بعد غيكونوا جوائز عينية ومالية لجميع المشاركين، و بالنسبة لربعة الفرق الأولى غتكون عندهم جوائز مالية مهمة إن شاء الله. وباش تكون العمل يكون متكامل، الجمعية قررت أنها تكلف شركة مختصة في مجال الرقمنة أنها تكلف لنا بتسويق ديال هذا المنتوج وتسويق ديال مدينة أسفي وتسويق ديال نجوم هذه المدينة، بالإضافة إلى قناة الرياضية. ممكن نقول مجموعة مقابلات أكثر من السنة الماضية، والحمد لله نكونوا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال المتتبعين. وحنا لمسنا هذه السنة أن كاين المدينة كاملة تقريبا أنها متحمسة يتفرجوا في هذه الوداد ويتبعونا. نتمنى نقدموا شي منتوج في باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.